أطلب الخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة، يوم جديد مشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا عم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالتكاتف والتعاون نعبر هذه الأزمة الصعبة. بداية تذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام ورقم الظاهر أسفل الشاشة، اللي يحب يتواصل خلال بث الحلقة يرسل رسالة مختصرة بها معلومات كاملة، إذا كان هناك صور مقطع فيديو يا ريت أنه يتم إرسالها مع الرسالة. هناك كثير من الرسائل من الممكن أنه الواحد يعني مباشرة يصور، إذا مشكلة عندك في شارعك في منطقتك يا ريت أنه تختصر الوقت، ليش ترسل الرسالة وإحنا نرجع نطالبك بأن ترسل مقطع فيديو أو صور؟ عندك مشكلة في الشارع الفلاني أو في المنطقة الفلانية صور مقطع. واعتقد ان كل هسه حاليا احنا كل يعني يومنا مليء بالاحداث وكثير ما نصور، فصور صور او مقطع فيديو، احكي بالمقطع قول احنا بالمنطقه الفلانيه المدينه الفلانيه المحافظه الفلانيه عندنا مشكله 1 2 3 تم تصوير هذا المقطع في التاريخ الفلاني وارسلها الى اهل المدينه تليجرام او حتى على الفيسبوك، حتى احنا ننشرها بشكل اسرع عندما يكون هناك ماده موثقه يعني توصل الى الجهه المعنيه، يكون هناك دليل مادي ملموس، هناك يصير تحرك ويعني متابعة للمواضيع اللي تكون مصورة أو بها مقطع فيديو حتى يعني يكون بها دليل واضح وثابت. راح نبدي مشوارنا من قصة نجاح. اليوم قصتنا من بغداد، من فتاة اسمها رقية، معروفة لكل رواد شارع المتنبي. هذه الفتاة كان حلمها وهي صغيرة أن تمتهن مهنة المحاماة وأن تصبح بائعة كتب. كبرت وحققت الحلمين، صارت محامية وأصبحت تبيع الكتب في شارع المتنبي. كسرت الحاجز، حاجز المرأة التي لا تستطيع أن يعني تشارك الرجل أو يعني تمتهن بعض المهن اللي يمتهنها الرجل، لكنها استطاعت أن تقف في شارع المتنبي وتبيع الكتب. وأعتقد أنه هي يعني حاليا بداية موفقة إلها ولكل البنات اللي أحيانا تعجز عن يعني إيجاد عمل، لكن رقية استطاعت أن تحقق حلمها بالوقوف في شارع المتنبي وبيع الكتب. كل التحية إلها لرقية ولكل من يساند رقية، لأن إحنا محتاجين أن نساند مثل هكذا نماذج. أكيد أن المجتمع مجتمعنا حال حال المجتمعات العربية ضيق النظر في مثل هكذا مواضيع. راح نشوف رقية ونسمعها ونستفاد من ما يعني راح تحكيه، لأن هي فعلا قصص النجاح هي مو فقط حتى إحنا نتعرف على القصة وإنما حتى نستفاد من هذه القصة. شلون اجت الفكره براسك انه انت تنزلين الى شارع المتنبي وانت تعرفين ماكو نساء يبيعن بشارع المتنبي كتب؟ يمكن لحد الان انت الوحيده اللي تبيعين كتب بشارع المتنبي. اول شيء انه انا من كنت صغيره كان حلمي انه ابيع كتب في يوم ما، ومارس مهنه المحاماه، عندنا هذا حلمي من كنت صغيره. دخلت كليه الحقوق وتخرجت منها، فأتمنى أن أحقق حلمي الثاني أنه أكون بائعة كتب. فشاركت بعض المهرجانات اللي خاصة بالقراءة، هو أنا عراقنا أقرأ، كنت مسؤولة عن الكتب، أعطاء الكتب للناس. فقلت خلي أحقق جزء من حلمي بالتعامل بالكتب، فقلت أكمل الباقي وأشتغل بشارع المتنبي، وأشتغل بشارع المتنبي. يعني انت مو بس تبيعين كتب بنيه بهذا الامتياز انه بنيه تبيع كتب، انت بنيه ومحاميه ايضا الان. يعني شلون راح تقدرين توفقين بين انه تبيعين كتب وانت محاميه؟
وواحد إذا يقدر ينظم وقت يقدر كل شيء يسويه. فأني يوم الجمعة هنا بمتنبي وباقي الأيام بأمارس العمل اللي أحبه أني آخر. زين، إيش قد تحصلين من بيع الكتب؟ بيع الكتب يعني أني مو متطوعة بنفس الوقت، ما مو تحصيل مادي يعني، بس أني بنهاية اليوم أخذ الكتاب اللي أريده من المكتبة اللي أشتغل فيها، أحب كتاب واحد أكثر جود، إيه فمو مادة يعني. يعني أنت ما تأخذين فلوس، تأخذين كتاب وبكان بكان التعب والمجهود. إيه بالضبط. هذا أيضا امتياز ثالث. طيب ما صار معارضة مثلا؟ شوفين نظرة الناس إليك بالبداية كانت أكيد، هو بالبداية الأغلبية كان معارض، الأغلبية يمكن 99%، أي واحد أقول له أنا عائلتي أو غيرهم أقولهم إن أنا أشتغل شارع متنبي، يقولوا لي لا ليش بهالشغلة ومدري شنو وأنت ما محتاجة، بس مع ذلك اشتغلت، وهسه اللي كان معارض هو اللي يشجعني. هسه تغيرت الفكرة. إي طبعا. طيب شلون يعني يوم الجمعة تشوفين نظرة الناس إلك رواد المتنبي شلون تغيرت لو بعدها مثل إنه منصدمين؟ اللي طبعا اللي شافني أول مرة مو مثل هسه يعني، هو الأشخاص شجعوني يعني، حاطين البنات يعني يجون مثلا علي و ياخذون صور اي فشي حلو يعني، انه او اول مره يشوفون بنيه بشارع متنبي. اكو اشخاص يعني يكونون طافني مثلا باعون باوا هاي، يقول صديقه باوا هاي تبيع كتب، اي عادي يعني. زين شلون تعاملتي ويا الكتاب، انه ترويج للكتاب، انت شلون اختاريتي طريقه تختلف؟ لانه انت بدك تنافسين رجال كثر في شارع المتنبي، يمكن انت الوحيده، شلون تنافسيهم؟ انا بالنسبه لي ما اعتبر اني مثلا امراه اختفى عن الرجل هيك، انا اعتبر حالي حال باقين. بالنسبه لي الكتاب اللي انا قريته او الموضوع اللي انا اعرف عنه، اقول انا هذا قاري هذا الكتاب، هذا الكتاب افضل من هذا من وجهه نظري اني، يعني هيك يعني، بس انه الكتاب المقاريت اقول هذا انا مقاريته، ممكن يكون هذا افضل من هذا، يعني اقول الحقيقه. يعني ما تحاولين تروجين بطريقه غير حقيقيه؟ لا، طريقه تجاريه مثلا او هذه انا احاول ابتعد عن هذا الشيء. يعني انت تريد تكون ناجح بهذا المجال، حاول تكون صريح، لان يعني بتعقبه مثلا المره الثانيه من يريد يجيك اكيد يقول هذا الانسان صريح وياي، فراح يقول لي شنو الافضل الي. طيب عندك طموح انه انت تفتحين مكتبه او تفتحين بسطيه في شارع المتنبي؟ اتمنى هذا الشيء. شو تسوين؟ اتمنى في يوم من الايام افتح مكتبتي الخاصه، وتكون اتمنى تكون مختلفه عن باقي المكتبات، انه بيها كوفي شوب مثلا او بيها غير شيء، تكون مختلفه. شلون تسوين هذا المشروع؟ ما اعرف، حسب الظروف. مرة أخرى.